انا من مواطن جزيرة الحميدة. المركز الطبي بقاله اكثر من سنتين بنفس الوضع اللي شفتوه دي. الناس بتشم ريحة العلاج الشام. الدكتور وحيد بيجينا كل يوم، بيجينا ساعتين اخر النهار في عيادة خاصة لي. الناس عشان تكشف اضطرت تروح نجي حمادي او دشني. اهالي البلد في حالة يرثى لها. اهالي البلد محتاجين تجهيز المستشفى باي شكل. ليه؟ لان الحكومه دافعه كل التكاليف، اكيد يعني دافعه كل التكاليف للمقاول. المقاول ليه مخليه متاخر؟ مواد الخام زي ما شايفه من اطول يمين وشمال وشمال ويمين، ولا حارس ولا ضابط ولا رابط فيه. طيب فين يا عم المقاول؟ كلهم يقول لك لا انا ماشي بمده بينيه مده زمنيه، لما تخلص المده الزمنيه وبحاسبوني. انا مالي مال المده الزمنيه، انا عاوز المواطن يلاقي علاج، عاوز المواطن يلاقي حقني، عاوز المواطن يلاقي دواء. ده المكان البديل للمستشفى اللي حضرتك ذكرناها في الاول. يعني بيتم تقييد الوفيات او تقييد المواليد حتى ما فيش حضور، والساعه 8:30 ولا الساعه 9 كل الموظفين بيروحوا. ما بيلاقيش حد بيدي حقنه لطفل ولا في حد بيدي اي حاجه، وزي ما حضرتك شايف ده المكان البديل للمستشفى. ما فيش اي فرق ولا فيش اي حاجه، وزي ما انت شايف حضرتك ما فيش موظف قاعد، ما فيش اي حاجه، لا مكان نظيف ولا اي حاجه نظيفه، زي ما حضرتك شايف الفوضى. ما فيش أي حاجة إيه من اللي أنت شايفها حضرتك، تمام، إن هي تدل دي على المكان اللي هو طبي ولا مكان أي حاجة. بس ما عندناش حل تاني، ما عندناش بديل.